أتعبت في تربيتي خلوقي وأدبي وكذا راحتي نورت لي دربي. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي وديما ساكن. مرحبا بكم، مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم أولادنا تحت جناحنا. كاين أولياء عندهم تساؤلات عديدة، هذه التساؤلات همهم الوحيد هو أنهم يربي أولادهم بأحسن أحسن طريقة. في هذه الحصة في كل مرة نتكلموا على موضوع، موضوع يهم الطفل. أنا بالنسبة لي الطفل ملي يزيد حتى العشرين سنة فما فوق، يعني أنا نظن بلي حتى سن البلوغ سن رشد الطفل مسؤولية الأولياء، لازم يردوا بالهم عليه، وإحنا رانا هنا باش نعطوهم نصائح مع أخصائيين. اليوم اخترنا موضوع السمع، لوديسيون شي لونفون، السمع عند الطفل كيفاش نتعاملوا معها وما هما الحلول. عندنا اخصائيين اليوم راح يرافقوني، معنا الدكتور اوار المختص في طب الحنجره والانف سيد العيب محمد، تفضل. مرحبا بك دكتور، شرفتنا شرفتنا. تفضل دكتور، تفضل. معنا كالمعتاد السيد لابري نور الدين مختص في علم التربيه، تفضل. مرحبا بك، شرفنا تفضل تفضل تفضل. ومعنا مختصة اجتماعية في شؤون الأسرة والطفل السيدة أمينة حريش، مرحبا بك مدام. تفضلي مدام، تفضلي، شرفتينا شرفتينا شرفتينا. وفي كل مرة نستضيفوا معنا ولي أمر أم ولا أب باش يكلمنا على التجربة نتاعو. اليوم معنا السيد معزوز رشيد، تفضل. مرحبا بك، مرحبا بك، تفضل، شرفتنا شرفتنا شرفتنا. وكالمعتاد معنا طفل يدير الواجبات المدرسيه نتاعو في هذا المكتب الجميل، باش نتوما ثاني يا اطفال تروحوا ديروا الواجبات المدرسيه تاعكم. معنا عبد الرحيم، تفضل. تعال عبد الرحيم، واش راك وليدي؟ لاباس؟ واش راك؟ الحمد لله. شوف الكاميرا وقول لهم عبد الرحيم انت واش سنه تدرس؟ انا ندرس السنه الخامسه. شاطر في القراية شوية؟ ابتدائي، نعم. شاطر؟ نعم. الله يبارك لك. قل لي عبد الرحيم، أنت الواجبات المدرسية تاعك كي تدخل البيت تديرهم مباشرة ولا تستعفى قبل ولا تشرب الحليب؟ كيفاش تدير؟ مباشرة. أوه، ما تشرب حليب ما تستعفى. قل لي ولدي، كيفاش كي تدخل الدار واش تدير؟ أولاً روح نجز تماريناتي قبل ما تشرب الحليب وكامل. نشرب الحليب أولاً. أيوة، تشرب الحليب أولا. ثانيا نروح ننجز واجباتي. والواجبات نتاعك تخليها تتراكم ولا تعملها بانتظام؟ نعملها بانتظام. بانتظام، برافو برافو ولدي. إذا اليوم راح تروح لهذا المكتب الجميل دير الواجبات المدرسية نتاعك. شكرا. تفضل. عفوا ولدي عفوا. وانتم يا أطفال هذا هو الوقت اللي ديروا فيه الواجبات المدرسية تاعكم بانتظام، لأن والديكم ينتظروا منكم أنكم تنجحوا فقط. هدية أجمل هدية تقدر تقدمها لوالدك. إذن الواجبات المدرسية بانتظام. مرحبا بكم في هذا العدد الجديد من حصة أولادنا تحت جناحنا. اليوم إذا سمحتم راحين نتكلموا على السمع عند الطفل. أنا مدبية هاد الحصة مفتوحة المجال، يعني ما نتكلموش على طفل في مرحلة ما، ماذا بينا من خلالكم ولو في عجالة ولا دائما نحاولوا نعطيه نصائح للأولياء في مختلف مراحل نمو الطفل. ماذا بيا قبل ما نبدأ نتكلموا عن السمع عند الأطفال الأوديسيون، ماذا بيا دكتور العيب مختص في جراحة الأذن الأنف والحنجرة، ماذا بينا توضح لنا هذا السمع هذا كيفاش؟ احنا بكل عام احنا ماذا بينا هذه الحصه نبسطوها للناس باش كيفاش يشوفوا هذا السمع، يعني كيفاش باش يقدر يعرف اذا كان وليده راه يسمع مليح ماهوش يسمع مليح، واش لازم يدير، هل هناك اخطاء لازم تتجنبها عند الولاده في نمو الطفل ولا. احنا ماذا بينا تبسطنا هذا الامر باش نستفادوا كامل معك وكذلك مع الاخصائيين اللي متواجدين معنا. واش هو سيكوا الاوديسيون وش هما المشاكل اللي تصادف في السمع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كما قلت سابقا هذا نقصان السمع نقدر نقسموه على عدة مراحل عند الأطفال. الطفل الصغير من الولادة حتى لعدة أشهر ولا نقوله حتى 4 سنين، هذه الفئة من الأطفال تقيسهم خاصة
فقدان السمع تاع الاذن الداخليه. الاطفال من 4 سنين، الاطفال المتمدرسين. واش معناتها الاذن الداخليه استاذ؟ يعني دوك نفهمكم، الاذن تنقسم الى 3 طبقات. عندنا الاذن الخارجيه، الاذن الوسطى، والاذن الداخليه. لوري انتر، لوري اكسترن. واش نشوفوا هذا البافيون حتى لهنايا. الاذن الوسطى متكونه من الغشاء لو تامبون والعظام تاع السمع لونكلوم لو مارتو لونكلوم اليتري. وعندنا الاذن الداخليه اللي فيها جهاز تاع التوازن وجهاز تاع السمع، جهاز تاع السمع واسمها لا كوكليا. اللي فيه لي كريستو هذوك جانب هذاك جهاز تاع التوازن، هذاك الجهاز تاع التوازن. وكاين جهاز تاع السمع القوقعه وين كاين الخلايا المختصه غير في السمع، ومن تم كاين لينار لو نير اوديتيف اي لو نير فيستيبولار، صدر النار تاع السمع وتاع التوازن يروحوا كيف كيف. نقولوا سي لا 8 امبير كرانيال. يعني داكور، واش معناتها انه يقيس لوري انتر؟ معناتها مرض يعني؟ دوك نفهمكم. في الـ 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 انا كاين احنا في نقص السمع عند في هذه الفئه تاع الاطفال من الولاده حتى نعرفوها. باش نعرفوها بك انا قلت لكم هذه المده هذه الزمنيه باش نعرفوها، باسكو كاين دي فوا وين الاولياء ما يردوش بالهم كي يزيد طفل جديد. دكتور ممكن تكون كانت في الولاده ولكن اوفر ديغنوستيك حتى 3 ans. احنا لو كان نبداو نشخصوها، كاين لا سيرديتي ايريديتير نيورو سونسوري ايريديتير كي توش لوري انتر الاذن الداخليه. داكور. وكاين لي مالفورماسيون، هذه نصيبوها اولا عند الاطفال لي زيدوا جدد. ولكن صعب التشخيص؟ لا ماشي صعب التشخيس، كي تروح للدول المتطوره كاين دي سونتر وين يوسيو اوتوماتيكمون دي تيست تاع لوديسيون عند لو نوفوني. داكور دي تيست اوديتيف، هذه بعد صدير لازم تكون موافقه تاع الاولياء ما يوسيوهمش هما هكذاك. داكور. تروح لفرنسا كاين دي سونتر سبيسيو في هذا الشيء في لي ماتيرنيتي تاعهم وين الولاده دي تيست دوديسيون اوتوماتيك. ولا بازو كي تكون اون بوبيلاسيون ا ريسك. داكور. لا بوبيلاسيون ا ريسك هذو زعما نقولوا الناس دوك حنا في بلادنا مازال الناس اللي يتزوجوا في بعضهم. داكور. هذاك لو ريسك دو سيرديتي الي اونكور بلو غران. داكور كبير. داكور. انا هذيك النهار جاتني واحد سدير ولاد العم ولاد نعطيك واحد يعني نعطيك واحد الحاله يعني. كيفاش نقولوا حاجه يعني، واحد المراه عندها 3 بنات، بين 3 زادوا ما يسمعوش. داكور. راجل لاحب قال لها يا مرا لو كان نزيدوا عندنا غير 3 بنات وكان نزيدوا طفل. المراه عباك مسكينه بدات تبكي لي، قالت لي لو كان نزيدوا طفل هذا يولي كيف كيف ما يسمعش، على بالها بلي المصير نتاعو. داكور. يعني هما ولاد، هما فاميليا، هما ولاد فاميليا ولاد العم ولا سكون ابل المارياج كونسونغي. سي سا. هذه الفئه الاولى. كاين عده استدير بلوزير ميثود كومو اون دياغنوستيك كيما قلت لك. هذا لو تيست اللي هو سوا في الدول المتطوره في لي ماتيرنيتي. وكاين دوتر تيست. وكاين استاذ وين بالمرات لو دياغنوستيك هذا يطول يعني حتى 5 سنين وما يفيقوش. كاين يطول ما يفيقوش، هذا هو اللي حبينا. ولا ما يردوش بالهم. هي نورمالمون الانسان كي يشوف الطفل تاعو عنده يشوف غير لو شون فيزيوال تاعو، مي يرياجي با ان بروي. نورمالمون ان بيبي كي ترمي له حاجه يدور لها. سي سا. ما يبقاش يشوف غير في لو شون فيزيوال تاعو، فهمت. وكاين ايه في ايه قرانيه تقول، يقول لك ربي في سوره الكهف وضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا. الانسان ولا الطفل الصغير كي يكون راقد طفل تشوف بيبي راقد 3 4 مواس راقد يرياجي ارانديتون، بصح سي ان بروي ترو فور يفارياجير، يتحرك ان سورسو، يبوجي عينيه، انكلينيو مونداي. دونك حاجه، هذه حاجه مهمه، هذه لازم يعرفوها الاولياء. تري بيان. هذه حاجه مهمه. اللي يسمع يرياجي ان بروي. تري بيان. لازم يكون فيها رد فعل تاع الطفل هذاك. ولا ان بيبي استدير اللي عنده شوف غير لو شون فيزيوال تاعو اللي يشوف فيه يرياجي با، ترمي له كاش حاجه من اللور محرقه ما يردش باله، عارف بلي ما يسمعش. لازم تما ترد بالك بالطفل هذا ما يسمعش. او مو تديه دير له ان تيست. دير له ان تيست، يعطيك الصحه. هذه الطفل يعني قلت لكم من الولاده حتى لهذا العمر هكذايا، وين كاين عده امراض كما قلنا في لي مالادي ايريديتير، وكاين سكون ابل لي سيرديتي نيورو سونسوري كونجي اكيز باغ اكزومبل لي يمر دو بلامينانجيت. داكور. كاين خطر على السمع بلامينانجيت. كاين خطر كبير على السمع. داكور. على السمع، على البصر، على القلب، كاين بزاف. داكور. يعني احنا باغ اكزومبل دوك الحمى تروح للسبيطار القطار. دراري صغار اللي مرضوا كاع من جيت يبعثوهم باش يوصلوا لهم ان تيست تاع السمع باش يشوفوا اسكو تنقص السمع تاعهم ولا لا. تري بيان. هذه اوتوماتيك، فهمت. ومن بعد ناخذوا باغ اكزومبل الاطفال المتمدرسين، تاخذ الطفل زعما يكون في المرحله الاولى لو بروميي تريماس يكون يقرا بيان، الطفل ناشط يسمع لي ريزولتا سكولار يسون بيان لا. ومن بعد دين كو دوزيام تروزيام سيمستر لي شوت، يا اون شوت دي ريزولتا سكولار، والطفل راهو بيان اي تو، عارف بلي كاين ان بروبليم. D'accord. Le problème le plus fréquent, c'est نقص السمع. الطفل ماهوش يسمع. وباش يجاوب الطفل لازم يسمع. فهمت؟ وبالضبط كيما قلت لكم شي حاجه عند الطفل الصغير، الطفل الصغير لو كان ما يسمعش ما يهضرش.
بالضبط. ان اونفون سور ما يسمعش اوتوماتيكمون اي لي ميو. اي لي ميو يعطيك الصحه. وعلاه باغ اكزومبل حنا كيكون ان دياغنوستيك عند اطفال صغار هادو عام عامين يفو ايميدياتمون سي اون بو يا دي راست صادير ما عندهمش السمع تاع الخلايا هذيك ما تنقاسش كامل كاين دي راست يفو ايميدياتمون لاباري توصلوا لاباري تاع السمع ولا كان زاد يعني 100% ما يسمعش هذيك لازم لامبلونتاسيون لازم العمليه تاع القوقعه. وكاين من جهه اخرى هاد الاطفال هادو الكبار اللي قلت لكم تاع المتمدرسين سورتو المتمدرسين اللي يمرضوا بزاف بالانف تاعهم لي رينيت لي رينوفارانجيت دري صار اللي عندهم نغانغ نغانغ هادو ما صدر نغانغ يعني هادوك اللحمات اللي يجيو في الانف من اللور ما يخليوش تكون تكييف الاذن الوسطى. الاذن الوسطى التكييف نتاعها يجي عبر الانف كي تنفسوا كي تكون في الطياره كيف الطياره تكون شونجمون دو بريسيون تحس ودنك مغلوقه لازم توسينا هادي نقولها لا مانوف دو فاسالفا باش يتحل ودنك. الاذن الوسطى كي ما تكونش ما يكونش تكيف فيها لازم الهواء يجوز لازم يجوز هاد النغانغ هادو اللحمات يغطيو هذيك لوريفيس اللي هما يجوش يتكون واحد الماء سكون ابل لوتيس سيروميكوز. وهاد لوتيس سيروميكوز لو كان ما نداوهاش يعني بريكوسيمون ونخليوها تتطور تمدنا دي مالادي غراف تاع الاذن الوسطى وين الغشاء هذاك التامبون يدون سكون ابل لي بوش دو ريتراكسيون. هاد لي بوش دو ريتراكسيون سي كوا الجهه تاع الغشاء تتكمش وتطيح زعما نقول لكم عندنا باش نبسط لكم عندنا الفوق السقف والتحت الارض السقف هذا كيبدا يطيح حتى والغشاء يلصق كيلصق من بعد تمد لنا امراض واحده اخرى. الامراض هذا الخطير هذا اللي واعر عند الطفل واسمه الكوليستياتوم يزيد يمد سيرديتي. الكوليستياتوم هذا خطير واش يصيب قدامه في الاذن الوسطى ياكلو 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 حتى الطفل يولي ما يسمعش مليح والجراحه نتاعها صعيبه. والفئه الاخيره من الاطفال اللي ما يسمعوش هذوما اللي رانا نشوفهم دوكا يستعملوا بزاف هادي باغ اكزومبل ام بي 3 هادي ليكوتور يعني ليكوتور هذا لازم هذا سي ان تروماتيزم سونور كرونيك دون لو طون ستادير اوسي مينيم سواتيل يل فا اوندوماجي لوراي انترن باسكو شوف الاذن يعني هادي دراسه قريتها في اوروبا وسوها في اوروبا قال لك الاذن ما خلقتش باش تسمع اصوات كبيره هذوك لي سون تروفو دكتور كلامك هو الكبير كاين بلايس وين في الدول الغربيه وين لو سون اي ليميتي لو ديسيبال باسكو كي تكون دون ان بي ديفلوبي تلحق الساعه تاع الليل التلفزيون ما تقدرش تزيد لها في الصالة بالضبط اوتوماتيك بالضبط 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 حتى كاين بعض الفنادق انا شفتهم في الخارج وكامل لو سون اي ليميتي سي بور نو با اوندوماجي لوري لو سون تاع لو بوبل لا بوبولاسيون. تري بيان تري بيان ماذا بيا من بعد نرجع لك نحاولوا كيفاش نعطوهم بعض النصائح. شكرا شكرا. سي نور الدين لابري 39 سنه في سلك التعليم ماذا بيا من قبيله كنا نتكلموا كي تكلمنا الاستاذ تكلم على يعني الطفل بالمرات ما يفهمش الدرس باسكو ما يسمعش وكذا يا هل ترى هل هناك تدابير يعني في المنظومه التربويه وهل كاين تكوين للمربيين هادو باش يردوا بالهم على هذا الشيء كنا تكلمنا على الـ على الـ على الـ لا فيزيون على الشوف على عده اشياء اللي ممكن تاثر على النتائج المدرسيه هي تاثر على حياه الطفل بصفه عامه ولكن النتائج المدرسيه اللي تهم الاولياء هل ماذا بينا توضح لنا هذه الصوره هذه؟ من المعروف ومن البديهي ومن الطبيعي ان بعض الحواس لها دور اساسي في العمليه التعليميه والتربويه عند الطفل لا سيما حاسه البصر وحاسه السمع فبدونهما لا يمكن للتلميذ ان يواكب الدروس نتاعو او ان يتحصل في المدرسه و كما استمعنا الى الدكتور مشكور اعطانا تعريف ولو كان يعني فهمنا خير واش هو السمع انا واحد الناس تعلمت نعم نعم اكيد نتعلموا من الساده الاطباء الاخصائيين يعلمونا لان السمع او ضعف السمع او فهو مرض قد يصيب بعض الاطفال يعني اي طفل معرض طفل حسب واش قلنا اي طفل محرض يعني الشيء اللي تعلمناه كذلك من الدكتور هو انه ان السمع ضعف السمع مراحل يعني هناك ضعف او انعدام السمع تماما يعني بالضبط هذوك يروحوا المدارس هذا الطفل لا يسمع ولا يتكلم بالضبط هذا واحد هناك ضعف السمع
يكون متوسط. يعني هذا في المدرسة احنا شفنا التلميذ يسمع ولكن ناقص في السمع، يسمع 60% 50%. بالضبط. هل كاين في المدارس وش هما التدابير يعني اللي هل انتم صراحة سيزيد نتكلم عن المدرسة نتاعنا يعني ما كاينش تدابير خاصة؟ نعم ولكن لا لا بلك ما فيش. المعلم اجتهاد اجتهاد بالضبط اجتهاد من عنده، احنا ماذا بينا كذلك من هذا المنبر نوجهوا نداء في كل مرة. يعني ممكن يكون اجتهاد، هي مشكلة من مشكلات التعلم والتعليم في المدرسة، هو أن بعض المعلمين يوجدوا أنفسهم أمام هذه الحالات، ولكن نقول بكل صراحة ويلي الأسف ما عندوش تكوين، يعني ما عندوش تكوين بضبط في المدرسة. ما زلنا ما كوناش المعلمين تاعنا خاصة في الأقسام الصغرى كيف يتعاملوا مع التلميذ ناقص السمع أو ضعيف السمع. وهنا أنا من خلال تجربتي أقدم نصيحة إلى زملائي المعلمين والمعلمات، كما أفهم جيدا صعوبة الرسالة التي يقومون بها والمسؤولية اللي على عاتقهم، لأن تقريبا أنا نطالبهم بكل شيء. بالضبط. وهذا يعني حتى في الدول المتقدمة المعلم لا يمكن أن يقوم بكل شيء. بالضبط. ولكن النصيحة اللي نعطيها هو على زملائنا المعلمين والمعلمات والمربين والمربيات أن يتثقفوا، أن هم يروحوا يبحثوا، يعني يبحثوا عن ويجتهدوا عن هذه الأمور. كاد المعلم أن يكون رسولا. فلازم عليهم يكون عنده حالة من هذه الحالات أن يتصل بطبيب أخصائي، ولا يلفت نظر الانتباه، يلفت انتباه الأولياء. لا هذا لابد منه، هذا معروف. لا هذا معروف، هذه نقطة ديجا المعلمون يقومون بذلك. الحمد لله. هذا معروف. الحمد لله وينبهوا الأولياء. وإحنا في المدرسة شيء جميل. نعم إحنا في المدرسة المعلم يكتشف ذلك في المدرسة، المعلم المنتبه بالضبط يكتشف بسهولة بأن الطفل يعاني من هذه نقص في السمع ولا نعم. لماذا؟ لأن ضعف السمع، أنا أقول ضعف السمع لأن اللي ما يسمعش ما يجيش المدرسة العادية. لا 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 هذا ضعف السمع، عنده ضعف السمع، هذا الضعف هذا يؤثر على التلميذ من حيث صعوبة القراءة وصعوبة الكتابة وحتى في سلوكاته. بالضبط. تحس له. هذا من جهة. من جهة أخرى احنا كما سبق وأن قلت هناك وحدات الكشف الصحي اللي راهي منتشرة على المستوى الوطني، واللي يجي في آخر كل طور قلنا لا في أول البداية في بداية الطور الأول وفي بداية الطور المتوسط وفي الثانوي. هنا في البداية ممكن جدا أن الأطباء اللي تبعوا التلاميذ في المدارس يكتشفوا هذا. يعني في رأيك أنت الطفل كي يدخل المدرسة سنة أولى ابتدائي يخضع الفحص الطبي؟ نعم الفحص الطبي كامل، للكشف بعض الأمراض. هذه اللي تهم يعني تهم الأولياء لاسيميلاسيون يعني. نعم. ولكن هنا لابد من الأولياء أن يتابعوا أبنائهم، لأن الطبيب يكتشف. بالضبط. وإحنا عندنا سجل في المدرسة، سجل تاع كل تلاميذ والأمراض التي اكتشفت، ويديروا مراسلة للطبيب طبيب الكشف الطبي عن طريق رئيس المؤسسة، مراسلة إلى الأولياء، والأولياء يستدعون غالبا ما يستدعون إلى المكان ويتكلموا معه، ثم على ولي التلميذ أن يتصل بالطبيب تاع الكشف الطبي يوجهه برسالة يعني العلاج، ولا بد من المتابعة. آخر ربما آخر حاجة نقولها اللي المدرسة تديرها وتديرها بقوة هو العناية بالنظافة، ليجيان سكول. وإحنا المعلمين عارفينها تقريب، ورؤساء المؤسسات، بأن هناك بعض الأمراض التي تنتج عن انعدام النظافة، مثل بعض الأمراض الجلدية، وهنا تدخل فيها التربية في النظافة، التوعية، وكذلك بعض الأوساخ التي قد تتراكم في الأذن. بعد يتكلم الدكتور على المعلم. أنا ما عندهاش بزاف صرا امتيكي بروكو على نظافة الأذن. المعلم لازم يتابع، المعلمة ولا المعلم يجب يشوف الأذن نتاع التلميذ،
جميل. وهذا يحدث خاصة نقصت هذا الأمور وريد فارتيك وري جميل. نعم. أنا كنت نحبها. نعم نعم. ولكن الحمد لله فيما يخص النظافة في تطور كبير تحسن كبير نظرا للتحسن والتطور اللي يحدث في المجتمع. اليوم المياه متوفرة الأولية أكثر وعيا. نمط المعيشة تغير. نعم نمط المعيشة تغير وهذا انقص يعني قليل ونشوف تلاميذ حتى يعني الأمراض تاع لا كاين بعض الأمراض تكاد تنعدم تنعدم ولكن دائما يبقى المعلم يعني يتابع هذه الأمور للتقليل من هذه الأمراض المعيقة لتمدرس التلاميذ وتحت التطور تاعه الاجتماعي والنفسي والتحصيلي. شكرا استاذ. شكرا. ماذا بينا نجوزوا للسيده حريش امينه اللي هي مختصه اجتماعيه في شؤون الاسره والطفل. ماذا بينا انا نظن ما يخلاش يعني هاد العائله اللي يكون عندهم طفل ما يسمعش ولا نظن باللي النفسيه نتاعهم حتى الحاله الاجتماعيه يعني ما تكونش كنفسيه عائله طفل عادي يعني اللي ما عندوش مشكل في السمع وكامل. ماذا بينا كنت تكلمينا إذا كان واجهتك في العمل تاعك عائلة كان عندهم هذا المشكل هل ترى من الصنف الأول يعني ولا من الصنف الثاني يعني ما يسمعش من اللي زاد ولا مكتسب ولا وكيفاش كانت النفسية تاع هذه العائلة وكيفاش قدروا يتغلبوا على هذه الحالة هذه اللي جاتهم. أهلين يزيد. أهلين ببناتنا وأبنائنا والزملاء الكرام. عندما نتكلم عن أنه نشوف طفل أو طفلة عنده نقص في السمع باختلاف الدرجات يعني نقص حاد أو كما قال الطبيب هو أدرى مني يكون عنده 50% يسمع و 50% ما يسمعش نبدأ بالأسرة نشوف أي أسرة عندما يكون عندها طفل من ذوي الإحتياجات الخاصة أو عنده مرض مزمن تكون نفسيتهم كما قلت يزيد مش مختلفة بشكل كبير عن نفسية من يعني لم يبتلى بمرض أحد من أبنائه. نقولوا أنه تقبل هذا النقص في البداية صعيب قبل ما نتقبلوا هذا النقص كاين اللي ما يعرفوش أن أولادهم عنده نقص في السمع هذا هو المشكل اللي هنا المشكل يعني يزيد وين كاين سيدات تقول لي أنا نعيط لوليدي بالاسم التاعو بعد ما يسمعنيش كاين أمهات يتصرفوا حتى بالعدائية مع أولادهم يضربوهم وين وحده قتيل حقت وين نضرب وليدي نقول له وعليك تشوف لاتيلي هو هذاك الطفل يقعد ينظر في التلفاز لانه كما قال الطبيب لو شون فيزويال يقعد مركز معاه يشوف الصور هو في الصور مش يذنبوا انه ما يسمعش ومن بعد الوالده تضربوا صدقوني يعني لحقت هذه الوالده وين بكات كي سمعت ان ابنها عنده مشكل في السمع خطير ما تقبلتش ونقولوا انه كاين للاسف وين الاسر عندما خاصه الام يزيد الام ما تقبلش مرض أي واحد من أبنائها الأب يتقبل في ذيك الفترة حتى العلاقة بين الزوجين يصير لها تأثير سلبي أنا أقول بلي الأب ما يبينش ما يبينش لأن الأب ما يبينش كما الأم الأم حساسة الأم أنا نظن لها رياكسون تاعها تبان تبان تثبت الأب بالك يحاول كيفاش من بعد راح نوصلوا للولد اللي راه عندنا تجربة حية نعم بالضبط بالضبط تجربة حية إذا النفسية نتاعهم هذه الناس اللي جاوك هادو اسكو من بعد كي وليدها قدرت تعالجه ولا قدرت تشوف له حل مثلا هل الحاله الاجتماعيه والنفسيه تاعهم تغيرت؟ احنا يزيد يعني هذا السؤال في محله نروحوا احنا نوصوا الاولياء انهم عندك طفل ما يسمعش او عندك طفل مصاب احنا نركزوا على السمع بالخصوص عندك طفل عنده نقص في السمع لازم تتفاهموا لان يزيد الصراع هذا الطفل يحس لانه احنا المشكله ما يعرفوش الوالدين ان الابن رغم صغر سنه الا عنده احساس ومشاعر يلاحظ انه والديه راهم متزعفين والديه راهم مش متفاهمين هذا راح ياثر على نفسيته بالمقابل هذا الطفل يشعر بالاغتراب يقول لك انا غير نخسر مانيش نسمع مليح يولي كنت نتكلم مع الاخ الفاضل عن تجربه الابن قال لك يولي اغريسيف هذاك الطفل عدائي يكسر كان يقول الاستاذ في المدرسه سلوكاته تتغير لان هذاك يشعر يقول لك انا مانيش عادي وعلاه مانيش نسمع وعلاه لازم حتى يحس بالاختلاف نتاعو حتى تصرفاته يولي لي ما يسمعش يدني هكذا ودن نتاعو يعني حتى يقدر ما يديفلوبي دي تيك كما يقولوا دي تيك يمشوا هك قلت انه نفسيه الوالدين لازم نركزوا عليها وحنا كذلك في مجتمع وين تدي وليدك عند الطبيب نكونوا موضوعيين يبداو يقولوا لها وليدك ما يسمعش
رفقا بهاد الناس اللي عندهم ابناء مرضى. معليش تجي وحده انا تقول لي وليدي ما يسمعش نقولها، وكاين حلول طبيه، راه كاين تطور علمي، حاولي مع وليدك. لو بسيكولوج لازم يكون، وعلى حنا المشكل انه الارشاد الاجتماعي ليزاسيستون سوسيال في المجتمع الجزائري يزيد، يعني لازم تفعيل دورهم، لانه الاسره هذيك تحتاج الى متابعه اجتماعيه ونفسانيه. قلت ديجا الوالدين يقول لك انا واش راهم يقولوا لي وليدي ما يسمعش. الوالدين اللي يحبوا يحافظوا على ابنهم، حنا وين تولي متابعه خاصه. عندي طفل ما يسمعش مليح، لازم نعطيلو تعويض، نعتمد على كل وسائل، نركز على الجانب البصري، نركز على الاهتمام اكثر. وليد الطفل اللي ما يسمعش بزاف اهتمي به اكثر من خاوته، تعطي له العاطفه، شكرا يا زيد، نركز على العاطفه. جميل. لان هذه العاطفه راح تنقص هذا الحرمان من حاسه او جزء من هذه الحاسه اللي هي جد هامه بالنسبه للانسان. ومازال نتكلموا على دور المدرسه وفي سياق الحديث. جميل 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 جميل. استاذ معزوز رشيد، مرحبا بك. مرحبا بك، بارك الله فيك. بعد بسم الله الرحمن الرحيم. الله يخليك. ماذا بك تتكلم لنا، تعطينا تجربه حيه اذا كان صادفتك في حياتك، ولا ماذا بنا نتكلم عليها؟ انا عندي ابن اخي زاد على كل حال، هو كي زاد حنا ما فقنالوش بلي ما يسمعش. واحد النهار كانت عندنا وليمه في الدار خياتي، فقولوا الصوت ما يسمعش، يبقى يمشي وحده ما يسمعش. شحال كان في عمره؟ كيف كان عنده في عمره 8 شهور، ودار الرط نورمالمون قبل 8 شهور نفيقوا له. من الاطباء نورمالمون باسكو طفل شهور لا هو لو تيست اختياري كما قال الدكتور، كما قال يعني ما يقدروش غير يزيد يديروا له. هو هذا هو خويا يزيد الدكتور يفهمنا في المرحله تاع 8 شهور الطفل يكون عنده كاش مرض، نقولوا باريزوم عنده لي غاز ولا الحمى، يروح للطبيب. الطبيب نورمالمون يفيق، نقول يفيق باللي الطفل ما يسمعش. فقنا له في الدار، كانت عندنا وليمه في الدار خياتي فاقوا له. كيفاش فاقوا له؟ يعني كان يسبقوا عند الاخر، الطفل يبقى حابس. يعني ما يسمعش، ما كانش رد فعل. ايه، وكما قالت الاخت منا، العائله تاع مرت خويا وخويا النفسيه تاعهم تغيرت، يعني تهبرت شويه. ايه تهبط، ما كانوش يستناو بلي وليدهم. ومن بعد داوه للطبيب. ومن بعد العائله الكبيره اهتمت بالامر. ايه اون اكسبت سيت مالادي. ساندوهم وكامل. حتى تعرف سبحانه. واش خويا جرى عليه؟ جرى داه لفرونس بانو جوان بي، داروا لي زاباراي وكذا من عليه. وكيما قال الدكتور قبيلات، كي يكون الطفل ما يسمعش اوتوماتيكمون المرحله الثانيه ملي ما يهضرش مليح. هذا هو المشكل، باش ما يسمعش كما قال الدكتور نقطة شابة، لأنه راهو في اكتساب، يعني لابرونتيساج دو لونغاج، يعني يتعلم يتكلم. دونك ماهوش يسمع، دير الروطا في السمع. هذا هو المشكل اوتوماتيكمون الطفل. وشحال كان السمع تاعو؟ 50% 60 كثر؟ مع في البداية كان ما يسمعش كاع، ما يسمعش يعني نقص. بالك نقول لك واحد ممكن بالك تحطه واحد النهار في البارير تاع التران تاع جاز القطار، والقطار كيدوز على يدير الصوت تاع ما سمعتش الصوت، ما سمعتش القطار تاع ثم تاكد باللي ما. ومن بعد جهزوه، جهزوه من بعد. ومن بعد داروا له لاباري هذاك، جرى عليه، جرى داه للطبيب وكذا. لازم. ومن بعد بشويه ولا يسمع. ودوك راهو يقرا في الجامع، النطق تاعو شويه تقل، بصح تحسن مليح. بالمرور الزمن تحسن. الحمد لله الحمد لله. ولحقت دكتور مقبله قال لك من المفروض يعني الاطباء يفيقوا له كي زادوا كامل، يعني هو لو تيست ني با سيستيماتيك دون لي بي افونسي. لا نهضروا في الجزائر. اي ني با سيستيماتيك. ني با سيستيم، هو اختياري يعني. نقول لك حاجه، نعطيك حاجه. الام هي الصح. هي الصح. هي تقول لك ولدي يسمع ولا ما يسمعش. اذا وليدها دير له هكذا ما يدورش لعندها ولا يعني احنا ماذا بينا الاولياء اللي راهم يشوفوا فينا نقولوا لهم كي تجيك. نعطيهم نوجهوهم، نقول لهم فوالا كيفاش تعرفوا. هذه هي. انا فهمتكم مقبل، ان بيبي 3 4 موا يبقى يشوف هكذا. ترمي له ان اوبجي يدور لوبجي. سيسا قادر دير له ان اوبجي هذاك سي كي ما عرفش يسمع. سيسا هذه قلت لك في لا بروميير انفونس. هذا هو الصح، لانه بيبي بيبي. احنا ماذا بينا ما يخلوش يعني يرياجي او بروي. لازم تكون اون رياكسيون بروي. تري بيان. ان كلينيومون داي يدور يبوجي يتحرك، معناتها كاين حاجه اللي وساتو باش وسا هذاك لو موفمون. الا ما كاين اوكين رياكسيون يبقى يشوف في لو شون فيزي تاعو عارف بلي ماهوش يسمع.
التربيه. ومقبله قلنا باللي الاطفال قبل سن الرشد كامل ماذا بينا لي زيكوتور اللي يديرهم في ودنهم. درك على بالي باللي احنا الاولياء هذوك هذيك كارثه مستقبل على المجتمع. وعلى دوك تاخذ انت يا ان اونفون دو 14 ans يموسي لي ام بي 3 هذا ساعتين تسمع في النهار ويسمع نهار كامل نهار كامل 30 سنه تكون عنده اون سورديتي موين اسيفر. دونك هذاك تاع 30 سنه لازم له لاباري اوديتيف. لاباري اوديتيف راهي عائق على الدوله بالضبط. شحال ما يكون عندنا من طفل في هذاك دون 10 ans شحال عندنا من طفل رايحين كاع يفوق لي زاباري. ومن بعد كي يكون اباري يولي عائق على المجتمع كان بالضبط بالضبط. يفو شي كاع هذا لونشينمون هذايا ماشي قال ماهوش يسمعوا خلاص ماهوش يسمعوا. من بعد لازم يندمج في المجتمع. انت في المجتمع راح تندمج واحد اونديكابي سي تان اونديكاب. بالضبط بالضبط بالضبط. فهمت. حنا لازم نتفاداو هذا الشيء. لازم نقول لهم فوالا يا الناس هادو ما هذا الشيء ماشي مليح بزاف داكور. هاد لي زيكوتور لي امبيترو هادو اي سون دونجورو بور لو سيدي. نقصوا ما قدرتوش ولادكم تنحوا لهم لي زيكوتور وعيوهم بلي لازم لا ما تبع ما ديباسيش ان سيرتان سي بالضبط. الفوليوم ما تزيدلوش لو فوليوم ما تزيدلوش سمع بالاقل شويه نسبه نص ساعه ماشي ساعتين انت راقد وتخليها في ودنك. نو يخرجوا به برا يروح به للمسيد يولي به نشوفهم كاين اللي هو يعيش 24 ساعه يرقد 10 سوايع ويدير ما على بالوش 14 ساعه ويدير زيكوتور لوانتان. بالضبط. دونك حنا ماذا بينا الا راكم تشوفوا فينا وعي ولادكم باش ينقصوا الفوليوم وحده. واذا كان موالف يستعمل ليكوتور 10 سوايع يستعملوا ربع سوايع خمس سوايع يحاول ينقص بالعقل. مثلا راك في البيت وحدك راك بالورديناتور ولا راك وحدك نحي ليكوتور سمع بلي باف ديالو يعني حاول تنقص ليتيليزاسيون. انا كاين نقطه حبيت نختم بها. نعم. كيفاش ننظفوا الاذن؟ انا واحد من الناس هذه هي انا واحد من الناس درك مانيش عارف ندير الكوتونتيش ما نديرش الاذن لوري السوتو نيطوا تنظف روحها بروحها. الداخل عندنا سكون ابيل دي سيل هما اللي طويب وهذاك الصبغ اللي عندنا شويه لو سيريمون اللي تري امبورطون بور ليتر هيومان فيه دي بكتيري يبروتيجيونا من الميكروبات. نخليوه ولا كيفاش نديرو؟ وكاين شوف كاين الناس اللي عندهم تراكم تاع سيريمون يفورم بوش هذيك تروح للميدسان يوسي كان اكزام سيستيماتيك. دوك انا يجيني مريض على الكراجم وعلى النيفو نشوف له اوتوماتيكمون ودنو الا صبت ان بوشون في ودنو لو بوشون هذاك يفا ينقص له شويه من السمع تاعو ماشي بزاف داكور. نعطيو له قطرات يواسيهم باش نرطبوهم ونعاود نعطي لهم كل روح باش نقيهم لك هذا مكان. والكوتون تيج دكتور ممنوع من عند بطل ممنوع ممنوع انا كل صباح اسمع انا قلت لك لوري السوتو نيتوا تنظف روحها بروحها. كيفاش بصبعتين كيفاش؟ تروح وحدها بالعقل بالعقل هذاك سي ديرونج بالمرات الناس يقول لك انا سان ديرونج هكذا نو كي تغسل نقيها على برا يقدر ينحي هكذا نو على برا تنحي بصح كوتون تيج الداخل ماشي مليح. انت تجيب لك ربي راك تنقي انت راك طبع 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 اي الا لونغ سا فورم لو سكون ابيل لو بوشون سيريمان qui va faire un obstacle d'accord تما تكون عندنا une surdité de transmission c'est-à-dire تقيس الاذن الخارجيه ماشي تاع الاذن الداخليه. هذيك كي نظفوا الاذن برك سي بون داكور. دونك لازم الانسان ينظف بصبعه هكذا صغير ولا ولكن الكوتونتيج ينساه يعني. باش نزيد لكم على نقطه واحده اللي كنتوا تهضروا عليها من قبل على الاولياء ولا على الاساتذه في المدارس. ما يقدرش الاستاذ وحده يعرف لازم الوالي تاع الطفل ولا الطفله بالضبط هذيك هو الورقه هذيك من عند الطبيب قال فوالا يا استاذ ها وليدي ناقص في السمع ماذا بك ما تقعدوش اللور قعدوا القدام قربوا فوالا في 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 في, في, في المنضده هذيك ما قد يريح من القدام ما يريحش من اللور هذا بالضبط المكان. بالضبط بالضبط. ديجا واحد يبدا يبدا بالحلول الصغيره الصغيره. اذا ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا مع هاد الاخصائيين هادو. اذا الكوتونتيج خلاص ولي زيكوتور ثاني خلاص نقصوا شويه. يكون عندك ان اورديناتور ولا نحي ليكوتور سمع بلي باف ديالو نقصوا شويه لي زيكوتور باسكو نحتاجكم انتم ولادنا وتحتاجنا حنا. تقدروا تواصلوا معنا عبر موقع الانترنت ولادنا تحتاجنا حنا.com ولا عبر صفحه الفيسبوك ولادنا تحتاجنا حنا. سلام. من حقنا ندرس ونتعلم حتى ننجح نبذل جهدا. نحن نريد طلب العلم لننفع اهلنا والبلد. نحب الجري في كل مكان حق اللعب يزيدنا فرحه وكذا علاجنا بالمجان حتى ننعم بالصحه. من حق الطفوله صحه علم وحب وحنان حب وحنان عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان.